بسم الله، تحياتي للجميع. اليوم اشرح كرت غسالة قاطع بواء بالكشف على اللوحة. هنا عايشي البواء متفحم، وهنا مقاومة في مدخل البواء متفحم. واضح من الشكل العام ان دايرة البواء متفحمة، يعني في مشكلة في دايرة البواء. هفك الاي سي من مكانه، الاي سي اللي متفحم، وهتفك المقاومة من مكانها، وهقيس باقي المكونات واتأكد من الموحدات، واذا كان في زنر او اي سيليكون في دائرة الكهرباء هقيسه وهتابع. هبدأ افك الاي سي من مكانه، الاي سي اللي هو متفحم في دائرة البواء. اي سي الباور فكيته من مكانه، وهبدا افك المقاومه المتفحمه في مدخل الباور، وهنا عامله دخانه. بعد ما فكيت المكونات اللي مدخنه في دايره الباور، هبدا اقيس مكونات دايره الباور. هتأكد من كل السيليكونات والمقاومات. هنا موحد في مدخل الباور بقيسه، احتمال يكون مقفل. الموحد بقيس معايا سليم. وهنا موحد بعد خارج المحول في دايرة الباور بقيس سليم. وهتأكد من اللوحة من تحت، في هنا موحدات HMD، هنا موحد بقيس سليم. هنا موحدين في دايرة الباور، كل لوحة من تحت بقيس معايا سليم. وهتأكد من أي زنر على خارج المحول في دايرة الباور أو متوصل مع الأي سي. هنا كل حاجة بتقيس سليمة. أول خطوة أعملها في دايرة الباور هوصل الفولت، وهبدل المقاومة بمقاومة بنفس القيمة. أجيب مقاومة بنفس القيمة وأبدأ أوصل الفولت. مقاومة نفس القيمة 7 واط، ولكن هي هتقوم بنفس المهمة. المهم تكون بنفس قيمة المقاومة. دي مقاومة حرارية علشان بتكون في مدخل البواء. بعد ما وصلت المقاومة في مدخل البواء، هبدأ أوصل الفولت وهتابع. هوصل طرفين الدخل 220 فولت على نفس الأسلاك الخاصة بمدخل البواء. بعد ما وصلت طرفين الدخول في مدخل البواء، هبدأ أوصل 220 فولت. أوصل حاليا، وصلت طرفين 220 فولت، وهبدأ أتأكد من الفولت على مدخل البواء. الفولت اللي هو على المكشف
الخاص ب 300 فولت. الفولت على المكثف الخاص ب 300 فولت، هنا مكثف الباور في المدخل. الفولت على المكثف موجود 285 فولت، فهو فولت مناسب لتشغيل دايرة الباور. 285 فولت بمعدل 300 فولت، يعني فولت مناسب. حاليا دايرة الباور الفولت واصل وواصل للمحول الخاص بدايرة الباور، وهتأكد من الفولت على محول التغذية في دايرة الباور بعد المكثف. الفولت على محاول التغذية، الفولت موجود 286 فولت، هو نفس الفولت الموجود على المكثف الرئيسي في دايرة الباور. هقفل وهبدأ أفضي شحنة المكثف في دايرة الباور. هنا أفضيت شحنة المكثف. أنا فضيت شحنة المكثف علشان أركب أي سي جديد مكان الأي سي القديم اللي متفحم في دايرة الباور. اي سي جديد نفس الرقم، طبعا الاي سي القديم متفحم ورقم ممسوح من عليه، ولكن انا كفني بكون فاهم نفس رقم الاي سي. بعد ما بدلت الاي سي في مدخل الباور، الاي سي اللي بدلته باي سي نفس الرقم، هبدا اوصل. بسم الله، حاليا وصلت. وهوضح الفولت، الفولت على مدخل الباور على المكثف الرئيسي في دايره الباور، الفولت 277 فولت. والفولت على خارج دايره الباور، هنا الفولت موجود 11 فولت. حاليا دايرة الباور اشتغلت والفولت طلع 11 فولت. هنا الافو على 20 فولت، وهنا الفولت اللي طالع 11 فولت، يعني بمعدل 12 فولت. والفولت على منظم الجهد اللي بعد المحول في دايرة الباور، هنا الفولت اللي داخل 220، والفولت اللي طالع على المكثف بعد المحول في دايرة الباور، الفولت بيكون هنا 12 فولت. وهنا منظم الجهد اللي هو بياخد 12 فولت ويطلع 5 فولت. هتأكد من الفولت على منظم الجهد اللي بيغذي العيشهات في اللوح. الفولت على المكثف الخاص بال 12 فولت، الفولت موجود. وعلى منظم الجهد، الفولت طالع من منظم الجهد 5 فولت. هم دول 5 فولت اللي بيشغلهم العيشهات في اللوح، يعني حاليا الكارثة شغالة تمام. وهوضح الفولت بلمبة بيان، هأكد لك ان الفولت 5 فولت على منظم الجهد. وعلشان اتأكد ان دايرة الباور شغالة تمام، لمبة بيان 5 فولت، لمبة فتيلة، بوصل اللمبة على خارج منظم الجهد 5 فولت، وبتأكد من الفولت اللي طالع. هنا موضح الفولت اللي طالع بلمبة البيان لمبة 6 فولت، ولكن الفولت اللي طالع 5 فولت، يعني انا بوضح اللمبة شغالة بدون تقطيع. هنا موضح اضاءة اللمبة شغالة بدون تقطيع، يعني دايرة الباور شغالة تمام بدون اي مشاكل، واللمبة شغالة واضحة بدون اي تقطيع، يعني الفولت شغال تمام. هنا وضحت دايرة الباور اشتغلت تمام. بعد ما اتأكدت من كل الفولتيات وكل حاجة شغالة تمام، هتأكد من اللوحة شغالة. اوصل. هنا العداد مش شغال علشان مفتاح الباور، مفتاح التشغيل. هنا وصلت مفتاح التشغيل بالاكرة اللي قدام، والعداد اشتغل وكل حاجة شغالة تمام. طبعا لازم اوصل على الغسالة علشان كل البيانات تشتغل.
هنا بيأكد لي ان كل حاجة شغالة تمام. اتمنى ان اكون وضحت المعلومة للجميع. قياس مكونات دايرة البول المتفحمة المقاومة والاي سي. لقياس المكونات قبل ما ابدل الاي سي باي سي جديد اتأكدت من كل المكونات والفولتيات في دايرة البول. وبعد ما بدلت الاي سي اتأكدت من الفولت اللي طالع من دايرة البول 12 فولت على المكشف، واتأكدت من الفولت اللي داخل المنظم من جهة 5 فولت بياخد 12 فولت ويطلع 5 فولت اللي بيغذي اي شهات اللوح. الحمد لله تم اصلاح عطل دايرة البول بنجاح، وتحياتي للجميع والى اللقاء في عطل جديد.